السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ازاي اضيف الشباك في قلب الكارتيد بورد. طيب لو دخلنا كده على ريفيت وجيت هنا مثلا وبدأت ارسم كارتين وول، او المشروع ده نشوف في كارتين وول مثلا عايز اخلي الجزء ده مثلا عبارة عن شباك، فانا اعمل ايه؟ لازم احمل فاملي شباك، هقول لود فاملي واروح داخل على المكتبة بتاعتي، فهلاقي في قلب الويندو في كيرتن وول. تمام، كل الشبابيك التانية مش هيقبل، لازم تكون النوع بتاعها كيرتن، فاختار وول له اوبن، فيبدأ يحمله معايا في المشروع، واقرب بالماوس من الحتة اللي انا عايز استبدلها وتو ستيب، هيعمل سيلكت عليها، هلاقي ان هي ما اقدرش اغير فيها، لازم اعمل لها امبن. دلوقتي بعد ما اتعملت اجي هنا في الخصائص البروبرتيز واحولها لكيرتن وول، تمام، هتلاقي ظهرت الحدودين بتاعت النافذة.